بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده في اليوم الثاني للمؤتمر الموحد للجهاز الهضمي وامراض الكبد والامراض المعديه. المؤتمر ده الحقيقه ثاني سنه لي بيتعمل. السنه دي هي السنه رقم 2، ده المؤتمر الثاني. الحقيقه اذا قارنا ما بين المؤتمر ده والمؤتمر بتاع السنه اللي فاتت هنلاقي ان عدد الجامعات اللي شاركت هذه المره وصل الحمد لله الى 25 جامعه ومعهد تعليمي. السنة اللي فاتت كنا حوالي 9 كليات ومعهد تعليمي، يعني العدد فاق الضعف. الجلسات السنة دي بتغطي 3 مجالات لها علاقة بالتخصص. الأول مجال الجهاز الهضمي، الثاني مجال الجهاز الهضمي، والثاني مجال الجهاز الكبد، والثالث الأمراض المعدية. الحقيقة عدد الحضور السنة دي فاق اللي كنا متوقعينه. عدد الحضور زاد عن 3000 حاضر من جميع أنحاء الجمهورية، كثير من شباب الأطباء. الجلسات تميزت بالتنوع والتجديد. الجلسات بتغطي كافة الحديث في أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية. المشاركين في المؤتمر أساتذة من كافة جامعات مصر، بالإضافة إلى عدد كبير من الأساتذة المدعوين من الجامعات الأوروبية والأمريكية، بالإضافة إلى مشاركة جامعتين من جامعات الصين. يمكن ده بيتم لأول مرة في هذا المؤتمر. المحاضرات الحقيقة كانت متنوعة ومتجددة، والجديد في المؤتمر إن احنا حاولنا قدر المستطاع إن تكون الجلسات جلسات تبادلية، بمعنى إن ما هياش محاضرة نمطية عادية بيحاضر فيها الأستاذ، إنما هي عبارة عن جلسة بتعرض فيها الحالات، بتتم مناقشة الحالات على مستوى الأساتذة وعلى مستوى الحاضرين، ثم بنصل في نهاية الجلسة إلى بعض التوصيات اللي بتعلم منها شباب الأطباء كيفية ممارسة المهنة. ودي حاجة بنعتبرها حميدة جدا، لأنه الغرض هو تعليم النشء الجديد، تعليم من واقع عملي إكلينيكي بعيدا عن التعليم النظري اللي ممكن يتوفر في وسائل الإعلام المختلفة. إن شاء الله المؤتمر مستمر النهاردة ومستمر بكرة ويوم السبت بإذن الله، وبشكركم.